بعض المفاهيم القانونية ممكن تتداخل بين بعضها وما تتوضح بذهننا بشكل واضح، وخاصة المواد القانونية اللي بتخص تناقل الأموال إن كان هبة ووصية ورثة وغيرها. كثير من الأمور شائكة بالنسبة لغير المتخصصين، بس لما نأخذ المعلومات الصحيحة من أهل الاختصاص والخبرة بتصير الأمور مبسطة نوعا ما. بفقرتنا القانونية رح نحاول نوضح مفهوم الهبة والفرق بينها وبين الوصية. رح تساعدنا بهالموضوع الأستاذة المحامية ولاء الأيوبي. صباح الخير. يسعد صباحك أستاذة، أهلا وسهلا فيكي. بالبداية قبل ما نتوسع بحديثنا عن هذا الموضوع، خلينا نأخذ من حضرتك شو عرف القانون السوري الهبة. الهبة وفقا للقانون السوري بالمادة 454 هي عقد يتصرف بمقتضى شخص هو الواهب بمال يملكه دون تبرع دون عوض على سبيل التبرع. لا تخرج الهبة عن طبيعتها كتبرع فيما لو اشترط بقيام بالتزام معين من قبل الموهوب له، وذلك وفقا للمادة ايضا 455 من القانون المدني. تمام. يعني انا عندي لنفترض، خليني أعطي مثال فورا، عندي سيارة بدي أوهبها لنور، فأنا بروح وين بنظم عقد الهبة؟ بدك بالبداية الهبة اشترط المشرع السوري أن تكون بعقد رسمي أمام كاتب عدل أو أمام جهة رسمية معترف بها، مالية، دوائر النقل، مواصلات، الطابو، المصالح العقارية، وأنه تقبل الموهوب له، الشخص الموهوب له يقبل الهبة. هذا شرط لإتمام الهبة، يعني أنه طبعًا. مو أنا بس أنه بكيفي من طيب قلبي بدي أوهب بيت، بدي أوهب سيارة، بدي أوهب حصة مثلاً بمحل معين لشخص معين، الثاني إذا ما بده ياخده فلا تتم الهبة. يشترط قبول الموهوب له الهبة، كذلك وجود عقد رسمي. تمام. طيب حابب وردي يقدم لي هاي الهبة، ضروري يكون انا من قرايبينا او من احد الاشخاص بخصه، ولا لا عادي شخص بعيد عني ما لي صله او قرابه فيه بقدر اوهبه؟ يمكن هبه الاشخاص الاقارب او الابعاد، او حتى تكون جهه اجتماعيه او عامه، ما في اي اشتراط بهذا الموضوع. تمام. في شروط معينه بعقد الهبه؟ يعني قلنا انه ما بيشترط قرابه الدم او النسب، ولازم يكون في الطرفين موافقين على إتمام عملية الهبة. تمام. طيب الطرف الأول الواهب هل يحق له شرط معين على شيء عم يوهبه؟ لنفترض أنا بدي أوهبك بيت بس ممنوع تأجري، أو بدي أوهبك سيارة بس ممنوع تسوقيها لبين ما يمضى فترة معينة. ممكن وضع شرط بالتزام معين لأمر معين بيتم الاتفاق عليه بين الواهب والموهوب له. طيب هون بيكون في حق يعني للطرفين. ايه اوكي، هون بيقدر اتفاق لانه الموهوب له بده يوافق على هذا الموضوع. يعني هون ما في خبي، لا سمح الله في حال صار شيء بيكتشف الشخص الموهوب انه عن جد انا اجتني هبه من شخص معين انا ما كنت متوقعها، وما بقدر بقى ارفضها او ما ارفضها، لازم يكون الشرط يكون على بيني بين الشخصين. في حال حدا من الاهالي، ممكن اب عنده عقارات وعنده أملاك، حس أنه في شخص من الأبناء هو اللي بيستاهل هاي الهبة وعطاه كل شيء بيملكه وحرم باقي الأبناء، باقي الأبناء بيقدروا يعترضوا؟ لا، كونه أخذت صفة الهبة فالهبة تصرف إلى بحياة الشخص، لم تأخذ صفة الوصية. الوصية هي يعني مع بعد الموت بتركته، أما طالما بحياته أعطاه هذا الأمن هذا الشيء فهو حر بماله. كان على قيد الحياة. ما في يقدر واحد لا يعترض ولا ياخذ شيء من اذا اخذت صفة الهبة. اذا اخذت صفة الوصية اللي هي تضاف الى ما بعد الموت، يعني هو قال له هذا الامر تاخذه لبعد بعد وفاتي، فهذا بياخذ صفة الوصية، والوصية لا تكون لوارث. تماما، الوصية لا تكون لوارث. طيب في بعض المقولات ما بعرف من وين منشأها، من دولة أوروبية، بتقول وضع القانون لنبحث عن ثغراته ونستغلها. فهون ممكن نحن نقول انه انا بدي اعمل هبة بس لأتهرب من الضرائب، لانه ما بيصير بيع شراء نظامي، بدي اعمل هبة بس لحتى احرم وارث من الورثة ما له وصية، فهي هبة على حياة عيني. بعمل كثير قصص وتفاصيل واحتيالات قد تكون على القانون، ما بدنا نفوت فيها هلا، خلينا بس بضمن سياق الهبة. هل يحق للواهب التراجع عن الهبة بعد اتمامها؟ يحق له، لكن الموضوع اشترط امرين، إما أن يكون بالتراضي بين الطرفين. إذا ما كان في تراضي، هون المشرع قال لازم نلجأ للقضاء، والقضاء بيحتاج لوجود عذر مقبول وعدم وجود مانع من موانع الرجوع عن الهبة. الأعذار المقبولة كمان حددها بثلاث حالات حصرية،
أول حالة إذا كان الموهوب له قد أخل بالتزاماته تجاه الواهب أو أحد أقاربه بما يمثل جحود كبير منه. يعني اشترط يكون هذا الأمر اللي أخل فيه جحود كبير، مثل ما حضرتك قلت إذا الأب عطى لابنه والابن كان تصرفه سيء مع أبوه فهم بحق له يرجع. طب شو بده يقدر القاضي هالموضوع؟ بيرجع لقاضي الموضوع، بده يلاحظ في جحود كبير من طرف الابن مثلا على هذا المثال تجاه الأب اللي هو وهبه هذا المال. الحالة الثانية إذا كان في عندي الواهب تعذر عليه، وصل لمرحلة تعذر عليه أنه يقوم بتأمين احتياجاته الشخصية وفقاً لكفاءة الكفاءة الاجتماعية اللي كان يعيش فيها، لأنه إذا وصل لهي المرحلة هو تبرع بهذا المال فبحق له يرجع فيه لحتى يحسن يأمن التزاماته المعيشية، أو أنه تعذر عليه القيام بالتزاماته بالإنفاق على أشخاص هو ملزم بالإنفاق عليهم، كمان بحق له يرجع عن هي الهبة. الحالة الثالثة اللي حطها المشرع اللي هي أنه ما كان لدى الواهب ولد ابن وصافي عنده ابن، طرأ حدث معين وصافي له ابن، أو كان يعتقد بهذا الابن، كان في عنده ابن اعتقد بأنه متوفي ظهر بعد ذلك أنه على قيد الحياة، فهون بحق له يرجع عن هاي الهبة. طبعا هاي الشروط الثلاثة اللي هي عذر مقبول بشرط ما يكون في عندي مانع من موانع الرجوع عن الهبة. كمان حدد المشرع بثمان حالات حصرية. شو هي الموانع؟ الموانع أنه تكون الهبة بين الزوجين ولو بعد انقضاء الزوجية، يعني إذا الزوج وهاب زوجته ما بقى بيقدر يتراجع. تمام، ويخبر الزوجات يحاولوا فورا ياخذوا هذا الموضوع عن طريق الهبة مشان ما يصير في تراجع. تمام، ولو بعد انقضاء الزوجية، يعني بعد ولو بعد طلاق مثلا أو توفى الزوج ما بتروح للورثة. أوكي، والحالة في عندي حالة وفاة أحد الطرفين الواهب أو الموهوب له، فما بحق له للواهب إنه يرجع عن الهبة. تمام، أو الموهوب له يرجع بالقبول. تمام، الحالة الثالثة في حال ما لو كانت الهبة لأحد الأقارب ذوي الأرحام، كمان لأنه نحن الغاية من هاي الهبة هي نوطد صلة الرحم، فمو معقول نحن بعد ما عملنا نرجع نتراجع نفك العلاقات. ممكن من الحالات عدم إمكانية الرجوع إذا هلك الشيء الموهوب، الشيء اللي وهبه لها سيارة وخلاص احترز السيارة مثلا لسبب الاستعمال أو لسبب أجنبي هلك لسبب ما، فلا يمكن العودة عن الهبة. أو إن تصرف الموهوب له بهذا الشيء تصرف نهائي، باعه أو استعمله بشيء معين، فما بيصير ما عاد في يرجع بهذا الهبة. وإذا كانت الهبة كعمل من أعمال البر والصدقة كمان لا يجوز الرجوع فيها، إنه بعد ما قدمها لجمعية أو شيء يرجع بهي الهبة. هي من حالات لما بطلت رجعوا لي مصاري مثلا هيك ما بيمشي، ما بيصير، ما بينفع. كمان إذا كانت الهبة بعوض أو بالقيام بالتزام معين قام فيه الموهوب له فما بيصير نرجع عن هي الهبة بعد ما أدى الالتزام. كمان هي الحالات تماما. طيب نحن كل هذا الموضوع وكل هاي المفاهيم والحالات اللي عم نحكي بندرج تحت الهبة، خلينا نفرق بينه وبين الوصية. شو هي الوصية اللي رح تنكتب وتكون مفهومة واضح بضمن القانون السوري؟ الوصية بتختلف عن الهبة إنها هي تصرف إلى ما بعد الموت. الهبة بيمنح أو يتصرف بشيء يبقى على حياته، أما بالوصية فهي تصرف إلى ما بعد الموت، منجز إلى ما بعد الموت. طبعا في الوصية شروط تتضمنها أحكام الشريعة الإسلامية متعددة، من بينها أنه اشترط ما بيكون الوصية لوارث إلا بعد قبول الورثة. طبعاً نحن نحكي ورثة لأنه خلاص انتهت تقلت للتركة، فصفى بقبول الورثة هون إذا كانت لوارث، أنه ما تكون هاي الوصية تتجاوز ثلث التركة. إن كانت لغير وارث تتجاوز ثلث التركة أيضاً تحتاج إلى قبول من الورثة. يعني بيقبلوا الورثة وماكسيموم الثلث. مزبوط. أوكي. وحتى إذا كانت لغير وارث كمان ماكسيموم الثلث. ماكسيموم الثلث، اوكي، لازم بيقدر يوصي بالثلث وباقي بيتوزع حسب التركة، حسب الارث يعني. تمام، بينعمل حصر ارث وبعدين بيتوزعوا حسب الاسهم، الثلث، الثمن، له زوجة متوفاة ما له حدا، هالامور كلها. طيب عندي سؤال، معناتها انا بدور على الثغرات بالقانون على طول، معناها انا بوصي لابن ابني، طالما ابني على قيد الحياة فهو يحجب ابن الابن، صح؟ مزبوط. فأنا بوصل لابن ابني إذا بدهم الورثة ما يوافقوا بجوز هذا الأمر، لكن بيحتاج إلى أن يكون بحدود الثلث. إيه تماما، يعني أنا هون أسقطت شرط موافقة الورثة. إيه فبوصل لابن ابني. تمام، ما وصلت لابني. طيب إذا كانت وصية قانونية
شو اللي بيمنع انه انا اوصي بكل مالي لشخص معين، لابن واحد، لابن الابن مثل ما عم يقول ورد، اذا انا كان في كاتب بالعدل، كان في شهود، مشان ما يصير في خلل بعد وفاة الوارث، من كان ممكن يقولوا مثلا كان مريض، مو بوعيه، مو بعقله، كل هذول القصص، امراض المريض، مرض الموت. كيف تكون قانونيه الوصيه؟ الوصيه لا يشترط فيها سند رسمي، يعني ممكن تكون بالإشارة، بالكتابة، أو ممكن أنا أكتب ورقة بس مثلاً بدي أنا ثبتها، بدي يكون في عليها شهود لحتى تتم فعلاً بعد وفاة هذا الشخص. إيه ممكن ما في إلها اشتراط الوصية، لأنه محتمل يكون بظرف ما بيسمح إنه هلا يثبتها بسند رسمي، لأنه ما بنعرف شو بيكون ظرف الشخص اللي عم يكتب وصية، لكن بتضل بحدود الشريعة الإسلامية اللي هي ما تتجاوز الثلث. تمام. طيب لازم يعني يفكر اللي بده يوصي انه ما يعلق الناس ببعضهم بعد ما يتوفى، العمر الطويل للجميع، وخلص يخلوا الكل هيك ياخذ قصصه ورضيان ان شاء الله يا رب، هيك يعني بحياه عينه وبعد وفاته يضل الكل احباب. بدي اتشكرك لوجودك معنا، واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك استاذ، اهلا وسهلا فيكي.